السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخواتي إخواني، كيفكم؟ إن شاء الله تكونوا بخير وصحة وسلامة إن شاء الله دائما وأبدا. حبايبي ما راح أطول عليكم، الموضوع اليوم كتير مهم. شركة اليوتيوب عاملة تحديث جديد بشروط اليوتيوب، وهذا التحديث يلي عاملته ممكن يؤدي للواحد إنه ما يعود يكسب فلوس من اليوتيوب، تمام؟ فشو هو هذا التحديث اللي عاملته شركة اليوتيوب؟ هذا التحديث للقنوات الأطفال، القنوات اللي هي مخصصة للأطفال، تخصيص للأطفال، وبالإضافة للقنوات العائلية، تمام؟ اللي فيها مثلا الحياة العائلية وفيها شغلات وفيها قصص وكذا. فهدول الفئتين هلأ صار في عليهم موضوع جديد، تمام؟ الموضوع اللي هو بهي الشروط هلأ رح أشرح لكم إياه أنا بالفيديو، تمام؟ يعني هذا الفيديو تعرفوا على الشيء اللي حأشرحه فيه، لأنه هذا الفيديو قناتك هلأ رح تتقيم، شركة اليوتيوب رح تصير تقيم القنوات تقييم، تمام؟ يلي بتشوف قناته مثلا فيها شيء مفيد، يلي بتشوف قناته فيها شيء تافه، يلي بتشوف قناته مشجعة، يلي بتشوف قناته محرضة في عليها مشاكل في كذا، ممكن يلغوا انك تكسب فلوس من اليوتيوب بسبب هذا الشيء. فهلا رح نشرح بهذا الفيديو وحورجيكم التقرير يلي من شركة اليوتيوب نفسها، يعني تمام. رجاء اللي عم يشوف فيديو جديد اشتركوا بالقناة واعملوا لنا لايك وشاركوا الفيديو لحتى يوصل لأكبر عدد ممكن من المشاهدات. يلا خلينا نبلش. هلا اول شغلة بالنسبة لهي الصفحة اللي انا هلا فاتحها عندي هون، هلا اول شغله بالنسبه لهي الصفحه يلي انا فاتح عليها راح احط لكم الرابط بالوصف، تمام؟ بامكانكم تفوتوا على الوصف تكبسوا على الرابط يطلع لكم هي المعلومات يلي انا هلا راح اشرح لكم اياها، تمام؟ ما راح اطول عليكم، تفضلوا شوفوا شو كاتبين. افضل الممارسات المتعلقه بالمحتوى العائلي والمحتوى الموجه الى الاطفال، شايفين يعني محددين فئتين. ننزل لتحت. نحن في يوتيوب نثق بقدرة الأطفال على تطوير اهتمامات جديدة واكتساب المعلومات والشعور بحس الانتماء وإلى آخره. ما راح طول عليكم، بإمكانكم أنتم تقروا هذا الموضوع، بس أنا راح أعطيكم شو هي الفيديوهات يلي شركة اليوتيوب بتقيمها أنه هاي الفيديوهات تعتبر جودة عالية، وبتصير القنوات اللي بتكون بهي الشروط هلا الموجودة هون بتصيب المقترحات كتيرة باليوتيوب بيقترحوها، تمام؟ ورح أورجيكم القنوات يلي بيعتبروها انه منخفضة ما بيهتموا فيها كتير ممكن انه يتوقف فيها الربح، تمام؟ هلأ تفرجوا عن اول شيء مكتوب هون المبدأ التي تحدد الجودة العالية، هي بالنسبة للناس وبالنسبة لشركة اليوتيوب القنوات اللي بتقيمها انه هي جودتها عالية. يمكنك إنشاء محتوى بمختلف التنسيقات يكون مناسباً للفئة العمرية المستهدفة ومفيداً وجذاباً وملهماً ويتناول جميع متنوع من المواضيع، ولكن يجب أن يروج لما يلي. يعني هلأ هاي فيديوهات الجودة العادية المقبولة باليوتيوب. أول شيء كاتبين لكم السلوك الصالح، يعني لازم تكون فيديوهاتك فيها سلوك صالح. شو هي لك؟ يشمل ذلك المحتوى الذي يعرض الاحترام والسلوك الحسن والعادات الصحية ويشجع على التحلي بها، مثلا محتوى التعاون والمشاركة والتحلي بقيم الصديق المخلص وتنظيف الأسنان وتناول الخضار، وضع أهداف مرتبطة بالرفاهية الرقمية، تمام؟ كلام حلو، عم يشجعوا على فيديوهات ان الواحد يكون في احترام، ما يشتم حدا، ما يصير مشاكل، ما يتعدى على حدا، ما يحكي بحدا، يعني حلو، تمام. اللي بعده عنا هون التعليم وحب الاستطلاع، يشمل ذلك المحتوى الذي يروج للتفكير النقدي ومناقشة افكار مترابطة واستكشاف العالم والتعرف عليه، ويجب ان يكون المحتوى مناسبا للفئة العمرية ومصمما للمشاهدين الصغار في السن. يمكن أن يستند هذا المحتوى أيضا على التعلم التقليدي وغير التقليدي،
مثل التعلم القائم على النهج الدراسي والتعلم غير الرسمي والبرامج التعليمية واستكشاف قائم على الاهتمام. كمان كلام حلو، يعني انه حطوا شيء للأطفال مفيد، ما تجي تحطوا لي مثلا شيء، عفوا من السامعين، حطوا لي شيء تافه وتعتبروا انه هذا للأطفال، او تحطوا شيء ما له علاقة بالأطفال وتحطوه بمدرج الأطفال. فبكون تحددوا وتعرفوا شو عم تحطوا بدقة، تمام؟ يعني يعني هن بدهم شيء ينحط على اليوتيوب مفيد، تمام؟ يعني ما بدهم انه يصير يشوفوا مثل مواقع تانية، تيك توك وانستغرام وما بعرف شو، انه يشوفوا فيه عم يشوفوا عم، لانه بصراحة يعني مع احترامي للكل عم نشوف كتير تفاهات، يعني طلع تلاقي كتير شغلات غريبة عم تطلع يعني بصراحة. فبدهم يحصروا هذا الموضوع. يعني عنا هون رقم 3، التفكير الإبداعي واللعب وحس الخيال. يشمل ذلك المحتوى الذي يحفز الفكر أو الخيال، ويمكن أن يشجع أيضا الأطفال على الابتكار والتعامل مع موضوع معين بطريقة مفيدة وجيدة. وتشمل الأمثلة على هذا المحتوى إنشاء عوالم خيالية وسرد القصص وتقديم حير في كرة القدم وأداء أغاني جماعية وتقديم أنشطة إبداعية مثل الفنون يعني شيء الولد تعليمي يتعلم منه. يعني قناتك حتكون فيها شيء مفيد للطفل، فيها شيء مغذي للعقل، فيها شيء في فائدة. هي شركة اليوتيوب بتقيم قناتك انه انت قناتك مقبولة وجيدة، تمام؟ يعني جودة عالية. ننزل عنا التفاعل مع المشاكل، تفاعل مع مشاكل واقعية. يشمل ذلك المحتوى الذي يعرض دروسا في الحياة وشخصيات قوية، أو يشجع على تطوير مهارات اجتماعية وعاطفية وحل المشاكل والتفكير المستقبل. يتضمن في أغلب الأحيان محتوى سرديا كاملا مثل تطوير الشخصية والحبكة والحل ونتيجة واضحة أو درسا يمكن تعلمه. يعني أنت بإمكانك تعمل مثلا فيديوهات عن حل مشكلة مجتمعية، في مشكلة بالمجتمع، عن دعم لناس، عن دعم لشغلات مفيدة للحياة، دعم للمستقبل، يعني بشكل عام شغلات إيجابية تدعم المجتمع، تمام؟ من مشاكل، من ماديات، من أمراض، من يعني كتير شغلات. فأنت قناتك تكون متخصصة بهالشي حتكون قيمة بوجود عالي عند اليوتيوب. حلو الكلام لحد الآن، حلو. يعني التنوع والمساواة والشمولية. يعرض هذا المحتوى وجهات النظر مختلفة ويضم مجموعات متنوعة من الأشخاص ويشجع على تمثيلهم ومشاركتهم في المجتمع. ويشمل ذلك المحتوى الذي يمثل مجموعة متنوعة من الأعمار والأجناس والأعراق والأديان والتوجهات الجنسية، ويدعو إلى التعامل مع هذه الأخلاق اختلافات على مبدأ المساواة. وتشمل أمثلة المحتوى الذي يناقش فوائد التنوع الشمولي أو يصدر صور قصصا شخصيات تظهر في اختلافات. طيب هذا كمان محتوى كتير حلو للعنصرية. هذا ما بدون عنصرية، حلو، هذا كتير حلو. يعني ما بدون يصير عنصرية، يفرقوا بين مسلم ودين تاني، أو يفرقوا بين أسود أو أبيض أو طويل أو قصير أو سخمين. يعني بشكل عام للناس اللي بتحب تتنمر، تمام، وبتحب العنصرية، ما بدون هذا الشيء هنا، تمام. طيب ننزل لبعض. هلأ هون خلصنا المبادئ اللي هن بيعتبروها انه هذا شيء حلو انك انت عم تدعم المجتمع بهالقصص كلياتها. بنجي هلأ للمبادئ التي تحدد الجودة المنخفضة. يعني قناتك اذا كان فيها هاي الشغلات اللي حشرحها هلأ هون، شركة اليوتيوب بتقيم قناتك على انها قناة منخفضة، وممكن تجي تبعت لك ايميل قلك انه نعتذر منك، ما راح نقبل قناتك بسبب انه محتواها مو جيد لانه ما بيمشي الحال، تمام. شو هن؟ تفرجوا هلا، كاتبين لك هون المبادئ التي تحدد الجوده المنخفضه. تجنب انشاء محتوى بجوده منخفضه بما في ذلك المحتوى الذي ينطبق عليه ما يلي. عندنا اول شيء المحتوى الذي يعد تجاريا او ترويجيا بدرجه كبيره. كيف يعني؟ انت قاعد عم تروح هلا تعمل عقود مع شركات تانية، بدك تسوق للعبه، بدك تسوق لاكل، تسوق لشرب، تسوق لهالشغلات كلياتها. هي يعني كل شيء دعائي ما بيهمون، ما بدون انت تروح تجي تعمل دعايات، ما بدون. هن بدون اللي بيعرض منتج يروح لعند شركة اليوتيوب ويقول لهم انا بدي اعرض منتج في مجال تعرضوا لي، ياخذوا مصاري شركة اليوتيوب، وهن بيحطوه بقى بيتفقوا مع الادسنس مثل ما عم تظهر الاعلانات عنا بفيديوهاتنا. فهذا الموضوع ما بدون تروج لشيء، تعرض شيء،
تبيع شيء على اليوتيوب، تعرض ألعاب، طعام، شراب، أي شيء يعني شو ما بدهم هالقصص، ترويجي ما بدهم. اثنين، تشجيع السلوكيات أو المواقف السلبية. يعني أنت شفت اثنين عم يتخانقوا، تمام، تيجي توقف مع واحد مثلا تقول والله هذا الزين مظبوط كلامه، أنا ضد هذاك، أنا كذا، يعني تعمل أنه تزيد مثل ما بيقولوا تزيد الفتنة أكتر، تمام. ما بدهم هذا الشيء، ما بدهم، خلاص بدهم كل شيء سلبي تبعد عنه. شو كاتبين لك؟ محتوى يشجع على أنشطة خطيرة أو على التبذير أو التسلط أو الكذب أو عدم احترام الآخرين، مثل المقالب الخطيرة غير الآمنة والعادات الغذائية وغير الصحية. هذا بصراحة كتير حلو، يعني هذا كتير حلو. ليش؟ إنه عم يقولوا لك ما بدهم إياك تيجي تعمل قناة أنت مثل ما عم نشوفها اليوتيوبرية، ما عم يترقفوا، يعني ما عم يترقفوا بحال الناس، إنه في ناس عايشة ما عم تلاقي لقمة أكل تاكلها مثلا، تمام، ما عم يترقفوا فيها. بيروح بيعمل لك، بيصور لك فيديو، بيجيب لك أكبر بيتزا بالعالم، بيحط هالبيتزا، بيقعد بيصور فيديو، بيلعب هو ورفقاته شوي بالبيئة، أو بتلعب هي ورفقاته بالفيديو، مشان إنه شو، بس إنه يعني هي خلاص عم تعمل شيء. يعني أنت جايبة هالشيء هذا، في ناس مو مثلا محسنها تاكل رغيف خبز باليوم، ولا أنت نفس الشيء كمان عم تعمل هذا الشيء، كمان في ناس ما عم تحسن تاكل رغيف خبز باليوم، تمام. يعني تبذير شيء، فيديوهات فيها تبذير، فيها شيء بيضايق نفسية البني آدم، ما بدهم إياها. أو التسلط، إذا أنت عم تتسلط على حدا أو أنت عم تفتري على حدا، ما بدهم. الكذب، فيديوهات فيها كذب، أنت عم تحكي موضوع ما له وجود أبدا، في كذب وفي إشاعات، في ما بدهم إياها. احترام، إذا أنت عم تعمل فيديوهات عن حدا مالك محترم حدا، مالك سائل على حدا وعامل يلا أنا عندي قناة ومساوي اللي بدي اياه وبحكي، ما بدهم هذا الشيء، تمام. عندك هون المقالب، مقالب خطيره، في ناس عم تعمل مقالب، احيانا في ناس عم تعمل مقالب، في ناس عم تموت من المقالب، عم تموت، عم يجي سكتة قلبية، ما عم يتحمل، بموت. ما بدهم هذا الشيء، في شيء له حدود، كل شيء له حدود، تمام. والعادات الغذائيه غير صحيه، واذا في انت عم تحط خلطات وعم تحط شغلات من عقلك، عم تخبص، عم تضر جسم الانسان، بس انت مفكرها جيده عم تعرضها، فما بدهم هذا الشيء، تمام. معلش سامحوني، انا عم بشرح لكم مشان بس انه نشرح شو الفكره. يعني اللي بعدها، المحتوى التعليمي المضلل. محتوى يدعي في عنوانه او صورته المصغر انه يقدم قيمه تعليميه، لكنه في الواقع يفتقر الى ارشادات او الشرح، او يكون غير ملائم للاطفال، مثل عناوين او صور مصغره تعد المشاهده مساعدتهم على تعليم الالوان. يعني شغلات انت بتحط صورة مصغرة انه ادخل واحترف الفوتوشوب مثلا، تمام. بيجي واحد يفوت على الفيديو بيلاقي ناس عم ترقص وناس عم تلعب وناس عم تعمل شو عم تساوي. ف يعني اذا الفيديو حاطط صورة مصغرة وفيديو تبع غير الصورة وغير ومعلوماته ما لها مفيدة، بتصنف انه قناتك ما لها طعم، تمام. المحتوى الذي يصعب فهمه، يعني إذا أنت مثل ما كاتب لكم محتوى غير مدروس وغير مفهوم ويفتقر إلى السرد المتسق كمرئيات غير واضحة، صوت غير مسموع، ويكون غالبا نتيجة إنتاج ضخم أو إنشاء محتوى بشكل تلقائي. يعني أنت مثلا عارض نزل فيديو رايح نصوره بكاميرا تعيسة جدا، الصوت ما له واضح، ما له مفهوم شو هو، تمام. شرحك اللي عم تشرحه بالفيديو مو معروف شو هو، ما له مفصل، يعني ما له مستوعب شو ها، حاطط مثلا فيديو انت ما له مفهوم شو هذا الفيديو، يعني حاطط بس صوتيات وحاطط شيء عم يتحرك، هذا يعني يعتبروه كمان ما له طعمه، تتقيم القناه انه ممكن تنشال. المحتوى المدهش او المضلل، محتوى يقدم معلومات غير صحيحه او مبالغ فيها او غريبه او مستنده الى راي معين، وقد يؤدي الى ارباك المشاهدين الصغار في السن، ويمكن ان يشمل ايضا المحتوى المستند إلى الازدحام كلمات الرئيسية، أو يستخدم الكلمات الرئيسية الرائجة التي تهم الأطفال بطريقة متكررة أو معدلة أو مبالغ فيها أو غير منطقية. يعني أنت تجي تعمل خدعة أنه أنت عم تطير، رابط حالك بحبل مبين، عندك قدرة أنك تخفي وكذا، عم تطير، الولد اللي حيشوف هالشي شلون عم يساوي هيك، الولد اللي حيصير مخه في تشتت، يعني شلون عم يطير هذا،
معناتها انا بحسن طير، بيجي يطلع يحط حاله على البنايه ويجي الولد يحاول انه يطير مثلا. بعطيكم مثال يعني الشغلات اللي غير منطقيه اذا انت بتعرضها فيديوهاتك، هذا الفيديو راح يتصنف انه ما يعني منخفض، ما له مهتمين فيه. يعني اي شغلات بتعرضها او بتعرضيها ما لها فائده للولد، فيها تشتت للولد، ما راح يعتمدوها للفيديوهات. تمام. اخر وحده، استخدام شخصيات مالوفه لدى الاطفال بطريقه غريبه. المحتوى الذي يضع شخصيات اطفال مشهوره، الصور المتحركه او اللقطات الحيه في مواقف غير ملائمه. يعني انت في شخصيات كرتونيه مثلا، بتكون فيلم كرتون مشهور معروف، جاي انت شخصيه عامل مونتاج عامل قصه وجاي عم تطبقه على فيديو، بيقلل من من من, من شخصيه هذا اللي كان بالفيلم الكرتون او المسلسل او اي قصه، عم تحطها وتتمسخر عليه او عم تي، ممنوع هذا الشيء، ممنوع انك تغير فكره المنتج هذا براس الولد بهي الطريقه التافهه. تمام. فهني هي الشغلات يلي بتاثر على قناتك بهذا الموضوع. ننزل لتحت اخر شيء، شوفوا شو كاتبين هون. التاثير في اداء القناه، يوضح القسم أدناه تعديلا على السياسة، سيدخل حيز التنفيذ في تشرين الثاني نوفمبر 2021، يعني هلأ تيبلش. تمام. إن مبادئ الجودة المحددة للمحتوى المخصص للأطفال والمحتوى العائلي قد تؤثر في أداء قناتك، يعني مثل ما حكينا أنت بتقيم بقى قناتك كيف حابب تكون قناتك وتعملها. ويتم عرض المحتوى العالي الجودة المخصص للأطفال في أولى صفوف الاقتراحات، يعني بيصيروا الفيديوهات اللي بيشوفوها محترمة وفيها شيء مفيد، بتلاقي فيديوهاتك عم تقترح بالصفوف الأولى لأنه هذا شيء مفيد. تمام. وتوجه هذه المبادئ أيضا القرارات المتعلقة بإدراج المحتوى يوتيوب كيدز للأطفال تحقيق الربح الفيديوهات وقناة، وقد يتم تعليق اشتراك القنوات في برنامج شركاء اليوتيوب إذا ركزت بشكل كبير على المحتوى المنخفض الجودة والمخصص للأطفال، وإذا تبين أن فيديو فردي يخالف هذه المبادئ التي تحدد الجودة قد يتم عرض إعلانات محدودة أو لا يتم عرض أي إعلانات. يعني باختصار عم بيقول لكم قناة إذا كانت منخفضة، شوفوا شو كاتبين هون، قد يتم تعليق اشتراك قنوات في برنامج شركاء يوتيوب، يعني ما عاد في مصاري. تمام. بننزل بقى هون على تحت، تحدد الجودة قد يتم عرض إعلانات، أي حكيناها، أننا نعتمد على مجيء المحتوى لمساعدتنا في تقديم محتوى مفيد وملهم للأطفال والعائلات على اليوتيوب للحصول على نظرة عامة أكثر تفصيلا. يمكنك الاطلاع على دليلنا الشامل حول أفضل الممارسات المتعلقة بالمحتوى. يلي بيحب أي رابط حطيت لكم إياه بالوصف، فوتوا على الروابط هدول. حابين تعرفوا معلومات أكثر، أنا مشان ما أطول فيديو أكثر، إمكانكم تفوتوا وتشوفوا المعلومات كلها يلي بدكم إياها، بالإضافة حاطيكم هون فيديو وتشوفوا شو شارحين بالموضوع. تمام حبايبي، أنا حبيت والله أشرح لكم الفكرة الجديدة اللي عاملينها والقرار الجديد اللي عاملينه مشان الناس تعرف بقى تحدد قناتها شو بدها تعمل شو بدها تساوي، يكون أداء جيد مشان ما يروح تعبكم تعبنا على الفاضي بإذن الله. بتشكركم لحسن المتابعة، لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتعملوا لنا لايك وتشاركوا الفيديو لحتى يوصل أكبر عدد مشاهدات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.